السلام عليكم. وعليكم السلام، ايش فيك؟ انت وش معك؟ ما فيني شيء. حتى انا ما فيني شيء. وش اللي خلاك تقول عني فيني شيء؟ لا انت كنت قعدت كذا وبعدين قلت السلام عليكم. ايه، ما تبغيني اسلم يعني؟ الله، وعليكم السلام والرحمة، ايش الله يحييك. اخبارك؟ كيف اصبحتي؟ بخير، وانت كيف اصبحت؟ زي ما مشيت، الحمد لله ونشكره. حلو. منين انت؟ ايه، أنا جزائرية. مش شنويزة؟ يويزة. لا احنا ما نقول كذا. يوزع. اوكي، انت ها، تقصد وش حبيب سخط على دمج؟ قبك؟ لا احنا ما نتكلم كذا، ها، وش تتكلمون؟ نقول كيراك غاية. غاية صيدلية عندنا في السعودية. لا هذه كيراك غاية معناته شخبارك، انت بخير. ها، تراك غاية. كيراك غاية، لأنه إحنا في الجزائر عندنا مناطق، عندنا الوسط والشرق يتكلمون زي التوانسة، والغرب، أنا في الغرب زي جنب المغرب. طيب هيا بسمعك حاجة. سمعني، قولي لا مبروك الزواج. مين؟ أوف، ما يخفى عليكم شيء. سمعني، إن شاء الله اصبري، بتكون شيء جزائر. جايز كبسة وشهيرة. العج يا العين قسامي، من قايل يا العين قسامي، يا العين قسامي، شالني من الحوش عناني، سندت وردت سلامي، وفاتت مجدع عن الاحوال. يوم اجينا من الحيبة عن هذه كل شكلها حاجة، من خاطر غريبة في غاية عمري جوال. ذكريات عمري ميت غاب القهر، ما رايد ودا من هاي الزيابي، ودا سيدي قال حنان الطالس، ليبيا هذا قال حنان الجنسي. الطالس، دلال الخاطر على العالم كله، ويفك عنا من جيده سعيد على الحال. الأغنية هذه ظل عليها تنكس وهجولة يوم نحن صغار. أشهد أن لا إله إلا الله. هذه ليبية ولا تونسية؟ جزائرية؟ شنو هذا؟ لا مو جزائرية، ها، شكلها تونسية أو ليبية. وانا اغني من اول الليل، حسبت اني قافط الحضارات والثقافات. لا مو قافت شيء. ليتك ابتسمت والله يا سعيد. والله الصدق اتكلم الحين. هذه شنو اللي ماسكها كذا؟ هذا ولدي حنش، هذه حقت حنش بالنيغن. يعني كيف؟ ما فهمت. هذا ولدي، ولدي حنش. هذا ولدك حنش؟ اسمعي، يقول انت دختورة صدقن. ايه، وش تعالجين انت؟ دكتورة بيطرية. هذا دخيل امك يشيل كلاب، ودي انك تعالجينهم. كنت عارف انك راح تقولها. والله معي واحدة حمارة لعبت معاها قبل شوية، يبغالها علاج. أكيد أنا أبشر أنا موجودة في أي وقت، دق علي. تعالجين الحمارات؟ إيه أكيد، ها، كل كيف شيء، خبرك؟ أي حيوان كذا يجي على بالك بنعالجه. هاي تم، أبشر. هاي خلاص. وش المؤنث حق حمار؟ حمارة. طيب، وجمع حمار حمير صح؟ جمع مذكر. طيب جمع المؤنث من الحمار؟ ما أدري. حمارات. حمار. حمير وخلاص، يعني مو ما مؤنث بأ ولا بأ مذكر. بأ احس اني جبت العيد، بس اني يوم فكرت فيها الا والله انها قرة.
لحم حوت شكله يعني مدري. طيب انت ليش مطلع نص وجهك ونص داستنا؟ آه. على الضمير يعني؟ ايه اخاف. وكم لك تشتغلين في الصحة؟ كم لي متخرجة من سنتين. ما قلت لك وظيفة الا الحين؟ لا متوظفة. الله الله يوفقك. وش اسمك انت؟ ميرا. ميرا. هاي اسمعي يا بيرة، انا ضفتوك ونزيد نتلعب ان شاء الله بعدين ها؟ ان شاء الله. ها يلا يلقيك خير ودانك. تشرفت فيك يا سيدي. الله يشرف مشرافك ان شاء الله ودانك الله.